الحساب ديال المعاناه وسهل علينا الله وقلنا الحمد لله الحوايج راها غاديه بخير وعلى خير، ولكن في الاونه الاخيره فاجئنا بلي انهم خداو لنا الطبيبه بجوج وخلاو لنا طبيبه وحده. الطبيبه وحده ما كافياناش، ونورمال مو كتخدم لنا غير في الصباح، في العشيه ما كتجيش. لي مرض ديال العشيه ضايعين، حنا ديال الصباح ساكنين ولكن ديال العشيه ضايعين. ولذا كنطالبوا حنا من المطالب اللي كنطالبوا بها هي انهم يزيدوا لنا واحد الطبيب ولا طبيبه، المهم هما يدبروا شغلهم، وخص يكون طبيب اختصاصي. حنا ما بغيناش الطب العام، الطب العام ما غاديش يفهم لنا حنا نحل الامور ديالنا. لهذا كنناشدوا باش يعطيونا واحد الطبيب اختصاصي، ورحنا عارفين في دور هذا الجائحه راه الاطباء كاين نقص في الاطباء، ولكن حنا راه اولى. هذا الشيء اللي كنطالبوا به. وثاني حاجه كنطالبوا بها هي تقني، خصو دائما يكون معنا في السونتر. الماشينه كتضيع كتقول لك الفرمليه انا ماشي اختصاصي، خاص التكنيسيان هو اللي يجي يصاوبها. لهذا حنا كنطالبوا ثاني حاجه بالتكنيسيان. ثالث حاجه كنطالبوا بها هي لومبيلونس. لومبيلونس خصها تكون عندنا في السونتر، لان السونتر علاش؟ لان لي مرض فجاه كيتصابوا كيشيتيو كيمشي كينقلوه اما في طاكسي اما كيعيطوا لومبيلونس تجلس ربع ساعه ولا ساعه ديال لومبيلونس. هذه من بين المطالب اللي كنطالبوا بها. وبعد لي ماشين عندنا راهم قدام بالنسبه لي باتي تبعي، عندهم لي ماشين قدام. شي مرات كتخسر وحده كيضطر عندنا غير جوج ديال لي ماشين ديال لي باتي تبعي. كتخسر وحده كيضطر واحد جاي من طفراطه كيولي حتى لا غد ليه ويولي صفي. هذا ماشي